السكر يتصدر الترند بعد ما وصل 40 جنيه والناس فين الرقابة؟ كيلو السكر بقى 40 جنيه. بتقولوا ايه يا اولاد؟ كيلو السكر ب 40 جنيه؟ طب فين الرقابة على الأسواق؟ وازاي سايبين التجار يعملوا كده؟ ما تستغربش عزيزي المشاهد إذا كان فاكهة الغلابة اللي هي البصل عدت 30 جنيه والطماطم ب 30 جنيه والبصل 15 جنيه، يعني الوضع بقى صعب. يجي حد من حضراتكم يسأل ليه الغلاء الزيادة ده؟ ساعتها هقول لك الأسباب. عندك الدولار يا سيدي اللي سعره كل يوم والتاني بقى في الطالع، ولا جشع التجار اللي كل يوم والتاني بيفاجئونا برفع السعر، وطبعا أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والواحد ما بقاش عارف يلاقيها منين ولا منين. فبقدرة قادر بعد ما أعلنت شعبة المواد الغذائية إن ممكن سعر كيلو السكر يوصل لـ40 جنيه، التجار ما صدقوا، مسكوا في التصريح وراحوا رافعين سعره من غير أي مبرر منطقي، خاصة إن الحمد لله عندنا سكر يكفينا وما عندناش عجز في السكر في الأسواق، وخصوصا بعد وقف تصديره لمدة 3 شهور إلا لو في كميات فايضة عن احتياجات السوق حسب اللي بتقرره وزارة التموين والتجارة بعد موافقة وزير التجارة والصناعة. في الساعات اللي فاتت السكر زاد من 33 جنيه ل36 جنيه لحد ما جاب الـ40 جنيه. كل ده بسبب ان ما بقاش فيه رقابة على الأسواق ومتابعة كبار التجار اللي مسيطرين على السلع، والمواطن بقى مفروم في النص وما بقاش عارف يعمل ايه، والناس هتتجنن من اللي بيحصل. ففي اللي قال بعد ما سبنا اللحمة والفراخ والسمك بقينا بنتكلم عن البصل والسكر والرز، ده مش جشع التجار. اسمعوا شوفوا سعر السكر كان زمان بـ10 ساغ داخل التموين وخارج التموين بـ163 قرش، ده ولسه بعد الانتخابات ربنا يسترها ويرحمنا من الغلاء. واللي قال هي جت على السكر شريط حبوب من 4 ايام كان بـ40 جنيه ونص، امبارح بقى بـ53 جنيه، التجار بقوا جشعين بطريقة صعبة. واحد تالت قال ان كيلو السكر 40 جنيه والطماطم 30 جنيه والبصل 30 جنيه، لو سمحتوا محدش يشتري، واتقوا الله، حتى منتجات الألبان بقت غالية، كل حاجة غالية، مفيش رقابة، كل واحد بيبيع بالمزاج، كله عايز يلم فلوس من الناس الغلابة، كل حاجة بقت غالية، حتى أكل الغلابة بقى أغلى من الفاكهة. لكن محدش عارف الدنيا في الأيام الجاية هتودينا على فين، بما أن التاجر بيعتبر هو الوسيط ما بين المنتج والمستهلك، لأنه بيحصل على هامش ربح ثابت في كل سلعة، فلازم يتفرض رقابة على الأسواق، لأن مفيش حل تاني، لأن حسب كلام الحكومة ما عندناش نقص في السكر، فليه يحصل الزيادة دي اللي مش مبررة؟ يا ترى عزيزي المشاهد، شايف الحل في الأزمة دي يكون إيه هو؟